هي موجودة بالخضراء ويا المجلس اعتصام طويل الامد طويل حتى الامد سيدنا تحقيق اخر المطالب. طويل الامد طبعا ما اعتصام طويل الامد خله يكون ما يكون، يعني النتيجة شنو يا اخي؟ احنا من نريد نخلي الشعب يولي مو يعني يكون ما يكون على شعب خلي يولي. لا الشارع اخي الشارع اخي الشارع ما اريد نقحم بهكذا امور. لا ليش دعيتوا الى تظاهرات لا ما تريد تقحم الشارع؟ ليش دعيتوا الى تظاهرات وتراجعتوا؟ منو دعيتوا الى تظاهرات وتراجعتوا؟ طلعنا مظاهرات حفاظا. دعيتوا الى تظاهرات وتراجعتوا ليش؟ عزيزي حفاظا على المصلحه العامه. العد ليش دعيتوا؟ يعني كانت ماكو مصلحه لو شنو يعني؟ لو ماكو فهم للمواقف. لا خفنا على مؤسسات، لا مؤسسات الدوله في انهيار. لا هو انت تقول يعني ماكو على الدوله ماكو رؤيه واسعه ولا رؤيه عميقه لاداره الدوله ولا الازمه. على الدوله المسؤوليه. نعم توكل كمل. يقول لك معتصمين، نحن معتصمين وباقين وثابتين والاعتصام يطول الحين. حقيقة سمعت تغيير النظام السياسي. هسه طلبوا تغيير النظام السياسي بعد ما نعرف شلون يتغير. يا اما ان يكون الوقت مقسم وعدم دخول انا اكمل انا وهو يرد علي ويناقشني. تفضل. يا اخي انت عزيزي سيدنا احنا ما عندنا خلاف، انا بالنسبه لي قبل ان اكون عضو مجلس نواب انا شيخ قبيله. نعم. وما لا تعتقد ان انحسب لطرف على حساب طرف اخر. هذا الموضوع ترى ما موجود اخوان، احنا غايتنا ومبتغانا خدمه الناس، انتشال هاي الناس من الواقع المرير. وتتوقع سياده النائب اذا تشكل الحكومه بسرعه راح تقدرون تخدمون هذا المواطن البسيط الفقير اللي يتمنى الخدمات خلال 19 عام؟ تتوقعون انه راح تقدرون؟ يعني 18 عام تركه قبلها قالوا تركت النظام السابق البائد، ومن بعدها احنا الان علينا ان نكون متفائلين. نعم. غايتنا مبتغانا مصلحه البلد. نعم. يجي الاخ السوداني يشكل حكومته، اذا كان في انتقاد احنا اول من ننتقد. نعم. مصرين على السوداني. السوداني مرشح توافقي لكل قوى الاطار. توافقي. اذا كان لكل قوى الاطار تم ترشيحه بالتوافق، لذلك هذا المرشح السيد محمد الشاع السوداني عرضنا خلي سمحوا له بان يشكل حكومته وكابينته وطوف فتره 100 يوم 200 يوم شوفوا اداءه اذا كان كلام مهم جدا. هو يجاوبك عليه سيد علي. خليني انتقل للسيد صباح.